ازيك يا بنات، يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم على موضوع يخص التنظيم، ازاي انظم شنطة مكياجي او انظم مكياجي عموما في اي درج. تمام، يلا بينا نبدأ الفيديو. ده الشنطة بتاعت المكياج، هي بقالها كتير عندي. اعتقد ان هو باين كل حاجة ان هي مش منظمة اصلا، معرفش انا حاطه فيها سندوتشات تحت ولا ايه، مش عارفه بصراحه. يعني ايه ده؟ دي حاجات ورق قصقصة شعري، باين دي ورقة ملهاش لازمة، دي مناديل، ده بروش كنت شايلاه، ده خيط عشان اي حاجة ماشي، ده اي شادو، ده لذيذ. يعني التوك مفهوم كده مكانها مش هنا. يعني مش عارف، قربت تطلع الحاجات، قربت تطلع اهي. صور مش عارف ايه، عارفين فيديو ما زوجت فيه حقيبتي، هو بقى ده الفيديو. بس دي حقيبة المكياج، فيها حاجات كتيرة قوي يعني، بس ايه نعملها مع بعض احسن. هي مسهل، اعتقد ان هي كده فضيت خلاص. لا، لقيت المفتاح بتاعها وعلبة دبابيس، مع ان انا مبقتش استخدم الدبابيس خلاص، يعني لفت طرحتي مبقتش مستاهلة ان انا اعمل الدبابيس، وكمان عشان بلبس طرح كتير حرير فبخاف عليها من الدبابيس. نبقى نعمل فيديو كده مرة عن الطرح، يعني المفضلات في الطرح وايه اللي يليق على ايه والكلام ده. بس هجيب لكم منديل كده، معايا منديل، هو يعتبر كله مليان في اللي هو الباري بتاع بس كده. بصوا عموما يعني احسن حاجه ان احنا ننظمها ان احنا نحط الحاجات اللي احنا بنستخدمها يوميا، ده رزق جروب. الحاجات اللي احنا بنستخدمها يوميا نحطها قدام عينينا. الخاتم بتاعي فضة، بحبه قوي يعني، هو جايلي هدية اصلا، يعني جايلي هدية في عيد جوازي. كان معايا واحد تاني بس ضاع، مش عايزة افتكر، مش عايزة افتكر. هنضف كده، لو معانا صفات نشفط كل ده يبقى تمام. امسح بعديه، مش عارفه اعمل ازاي، مفيش جروف صغير يلم الحاجات دي. خلاص بص، يعني انا برجح ان انا احط حاجات الاي شادو وكده، انا بستخدمه يعتبر كتير. انا برضه مش عاجباني، بس كده هحط الايشادو بتاعي، حط الايلاينر. فين الايلاينر؟ طب نحط الماسكارا. فين الماسكارا؟ الماسكارا اهي، اتكلمت عليها قبل كده اللي هي ميبيلين. الايلاينر بتاعي هو مش معروف، بيوتي وومن، بس هغيره يعني عشان هو باظ، بستخدمه كتير اوي. بصوا احط ايه تاني، احط البلوندر بتاعي، ممكن احط ايه، بس الصف التاني بقى نحط فيه لا نحط فيه المنوكير، لان انا مبستخدمش المنوكير كتير، يعني بستخدمه كل اما يجيلي مزاج يعني. فاحطه ايه تحت اهو، نشيل بقى الحاجات دي، دي زراير، زراير وختم فضة، فخليه عادي اهو. بتاعتي بتاع كلها في مكان واحد، علشان يعني مكون عايزة، مكون عاوزة دي تذكرة مترو، تذكرة مترو بتاعت ايه دي مش عارفة، عشان لما اكون محتاجة المنكير ابقى انا عارفة ان المكان ده ايه بتاع المنكير بس، ماشي بقى ضهر شمال ويمين زي ما انا بعمل كده وبهدل الدنيا بصراحة. نيجي بقى نمسح، احنا حاطين اعتقد ما عنديش المنوكير تاني،
نيجي هنا نحط الروج بس. ماشي نكتب الدنيا عشان تبقى شكلها محترم كده بنت ناس. اهو ياه تنضيف قوي بصراحة. ايه ده دي معرفش بلاستيكة مكسورة جنسة ودبوس من ايام جوازي ده ولا ايه مش عارفة. نمسح كده بوزها تاني نمسح. النظام حلو يعني ايه انا بحب النظام. النظام حلو هنحاول كده ايه اعمل فيديوهات على النظام يعني النظام بيريح بصراحة يعني لو كل واحد عارف مكان اي حاجة فين ما يقعدش يلف عليها فدي حاجة تريح جدا. يلا بينا كده خلصت. يارب تكونوا استفدتوا من الفيديو. لو عجبك الفيديو اعملي لايك وسبسكرايب علشان كله يبقى تمام. اي تعليق اكتبه لي تحت وفعلوا الجرس تحت عشان اي فيديو جديد اعمله يوصل لكم. يارب تكونوا استفدتوا. اي حد الدرج بتاعها مكركب او المنوكير على الروج على مش عارف ايه حاولي حتى تقسميه بكرتونة تحطي عارفيه بوكسات صغيرة كده. بقت منظمات بقت رخيصة اللي عنده شنطة زي دي تمام. في منظمات اللي هي الاكريليك الشفافة دي طالعة برضو حلوة قوي. ممكن برضو تشتريها في منها الرخيص والمتوسط والغالي يعني حسب ذوقك. يعني قوم منظمه ونظمه كده الدنيا عشان تبقى كلها حلوه وما تكوني خارجه ما يعني تخلصي بسرعه يعني ما تقعديش تدوري بقى انت عارفه كل حاجه على مكانها زي ما انا عملت كده. انا كده اما اخرج ابقى سريعه ان شاء الله يعني. اي تعليق اكتبولي تحت وانا هقراها. يا رب يكون استفدتوا من الفيديو. ويلا باي باي.